القمة العربية رقم 33 اللي هتنعقد في العاصمة البحرينية المنامة تنعقد في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة العربية بتتطلب توحيد الرؤية العربية في التعامل معها، خصوصا بالنسبة للقضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة ومعاناة الأهالي من عمليات القتل والحصار والتجويع والتدمير للبنى التحتية. تأتي القمة العربية 33 التي تعقد في البحرين في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة العربية تتطلب توحيد الرؤية العربية في التعامل معها، لا سيما بالنسبة للقضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة ومعاناة الأهالي الأبرياء من عمليات القتل والجوع والحصار وتدمير البنى التحتية، وذلك في ظل صمت دولي وفي ظل ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القضايا الإنسانية. وتظل القضية الفلسطينية جوهر النزاع في منطقة الشرق الأوسط والقضية المركزية الأولى للعرب عامة والمصريين بشكل خاص، لذلك سيكون هناك حرص من القمة العربية لبحث سبل الضغط على إسرائيل لوقف الحرب فوراً على قطاع غزة ومنح الشعب الفلسطيني حقه في إعلان دولته المستقلة وفقاً للحدود التي نصت عليها المقررات الدولية، وذلك باعتبار أن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي للحفاظ على الأمن القومي العربي. كما أن الشعوب العربية تنتظر قرارات عربية داعمة للقضية الفلسطينية، خصوصاً أن الحرب الإسرائيلية الحالية على القطاع وكذلك السياسات المتشددة للغاية التي تطبقها على الضفة الغربية والقدس الشرقية لم تحدث بهذا الشكل منذ عقود طويلة، لذلك ستكون قرارات هذه القمة خطوة هامة في وقف العدوان على أهالي غزة والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية.